جديد تبدل الجالكسي. تحب الدانسي دانسي كين كارداشيان. انت اسمي بيانسي. تعال تعال. لو حد غيرك والله نموت الليله. لحم الرشاش وانزل طخطخ كل العوام. الشباب سايرين ترى للي. مين هذا؟ نور اخو ضحى. الممثل عادي. بالله عليك بالله عليك. الامبراطور ارحم. ميكس مقلب واو عصير ليمون. مين عصير؟ طيب جماعة ضحى مثلي عندها عدم جماعة. طيب راح أحط بيض، حطيت بيض وحطيت حليب وحط طحين بس بس خلص. يا عطلوني عطلوني عاد تكعبرت. ميكس مدير اعمال رحمه. جماعه علي بشبع اعلان يتواصل مع ميكس مدير اعمال رحمه. جتني مكعبره الزح. ايجي ايجي بين ايجي. بطل يكون بدوالي. سكر وملح. نحط الزيت رحمة في الكريم. رحمة نحط الزيت في الكريم. نحط زيت. هذي نقطة زيت وشوية ملح وشوية سكر. حطيت حليب وعظم و حليب وعظم وفرين. فرين. شو؟ كفو نور كفو نور. شو؟ خلص خلص خلص. يلا فرجينا المهارات. أكرم تخلى فيها نور قد ايش؟ مش فرطها مش كيك. ليه ليه اليوم عنده كيف فسد شنو أنا أعمل؟ ميكس ميكس. هاي شو في؟ الله يستر. احنا تيقالك رن علي ضروري. الله يستر. راح اسوي كريب واعطي لحماتي اول واحدة على اساس كل يوم اطيب لك شيء. شو فيه؟ لا بربد. حماتي تقولي بكره نازل عربي دانو ضحى. حماتي رن اعرفوا خبر خام. شوفوا شو راح يحكي لك. طيب بعد بكره يا سيدي عادي. شوف شوفي قلت لك تعال تعال خلينا نحكي لك. تعال شو؟ اي تعال. اليوم حميتي نايمه عنا وامي نايمه عنا. يعني امي خلص لكن نطبخ
والكريب والعطار على اساس كل يوم. كل ضحى زهقت من الطبخ كل يوم كل يوم كل يوم. حسيت انا كل يوم بطبخ لك كل يوم بطبخ لك هيك. قولي كل يوم تطبخي كل يوم تطبخي. اعطي الحق لامي تاكل اعطي لامي تاكل. اه فهمت فهمت. واش تعمل حماتيش؟ راح اسوي وراح اعطيها. وتقول يلا ضحى زهقت اعطي لامي. انا زهقت كل يوم تطبخي لي كل يوم كل يوم. وانا شو بضمن لي امي ما تروحش عيدون؟ شو يعني عيدون؟ يعني على المدينة الطبية. لا لا مش راح تروح. مش راح تروح المدينة الطبية؟ متأكدة؟ متأكدة؟ خلاص قولي يا رب يلا. اوكي يلا بلشو. بلش قولي يا رب. لا لا تفاح لا. زيت وسكر وملح بقولوا ليش؟ لا يكذبوا ذي الملح جابوه من عندنا. اي اي وكريم تحط فيها شوي ملح. اي نقطة. ضحى. نعم. سألتك بالله تزبطيه من قبلك الكريب؟ اه راح تشوف كيف. جيب تليفون هون جيب خليني افرجيهم كيف يسووا الكريب. يلا. طيب اول شيء يا بنات نحطوا البيض. بيض انا ما عنديش قليله صغيره. وين احط شيء هيك؟ لا 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 بياض لا شكر. شوف محلى السمر. يلا جميعا نحطوا القليه. اوكي نسخنوها شويه. نحضروا الكليب بتاعنا. السفن. هذا الصحن اللي ميكس. هذا الصحن حلو حلو الصحن جميل. حط لها فيه الكريب وان شاء الله بتقدمي لأفخم ضيوف. منهم حماتي. آه. من أفخم الناس. أكيد طبعا أكيد. ونعملها كوباية كوفي. مع كوباية كوفي بسيطة بس كده. مع كوباية كوفي بسيطة بس كده لها السكر. رجع البث شوفوا لي. رجع 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 خلص رجع. طيب ابعدي. لا 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 يا حرام. كان تعرفي البثج قديش يا ضحى؟ ها قديش؟ 22,000. طفى التليفون يا اخوان طفى التليفون. خلنا جز يا اخي اسمعوا مش انتوا دائما تقهروني. خلنا اجرب اقهركم يا اخي لو لمره واحده يعني صراحه يعني.
الكريبه مش عارفه كيف راح اشيلها وش اختبقت احترقت نجلاي جيب معلقه شو هالبث هذا شو اليوم ايش انا شو اسوي عمي اسمعي خلنا كل احنا وتقدميش لحماتك نموت احنا ولا نموت شو اللايف دينا؟ ضحى حبيبتي خلنا ناكل احنا ونموت وتقدميش لحماتك تمام؟ ماشي؟ نعم يا جماعة انها كريم شوي زيت ولا زبدة انا ميكس قال ما تعمليش فيه والله يا ولد عمي ذي مصدوم خذيه وربح يا ولد اعطيني والله ما انت بتشتغل اعطيني مش عارف خذيك السر بتاع المعلومه اعطيني بلا السر تبع المعلومه اعطيني يا حبيبتي انا اشتغلت مع امي 14 سنه واحنا نشتغل بالبزنس كل ما تحكي لي القصه دي السنه مره قلت لي 13 هلا 14 بتعرفوا اشتغلوا البث الجاي راح يقول 20 والله ما تشتغلي روح جيب لي زيت روح كيف كريب الزيت؟ زم روحي يا بنت الناس روحي هيك نعمل لكم كريب بعدين بعدي ولاك اعطيني ميكس وجعتني اعطيني يا حبيبتي زبده او زيت اعطيني شغل بتعرفوا تشتغلوا يا جماعه والله العظيم بتعرفوا شويه زيت شويه العكس على المباشر احسن نوري تفرج على المباشر والاخر على التليفون عكسكم انتم راكم تتمنوا على المباشر هاتي فهمنا هاتي مش يفضحني قدامي هاتي الشيف ميكس هاي الشيف ميكس ديري راح نحط فيه شويه زيت اي شويه زيت والقليل حطيت هيك شكيكة هيك الزيت هيك قليل حامية عليك شو هيك قليل هيك حطيت فيها الزيت وبعد اعمل لها هكا لا في الكريب نحط شوية زيت اعمل لها هكا في الكريب اي شوية نكتة اعملها هكا زيت حطيت نكتة خلص حطي يلا بسرعة قبل ما ينشف الزيت لا هيك هي لزقت حطي نشفز ام الزيت نشفز يلا خلص الزيت خيلك يا زلمه ون ابعدي تعرفوا شو تشتغلوا انتوا يا زلمه وشاني كان هدول ميكس اعمل هيك للكريب هيك شو فيك خلص ابعدي انا كان هدول ميكس الحلاوي يلا خلص ابعدي حلو بتعرفوا شو تعملوا برا جيب اقلبها هذا برا جيب اقلبها هات المعلقه هذه هات يا ولدي مزقتني يا ميكس وش 14 سنه وانا اشتغل بالحلو مش بالكريب عمري ما كنت بخطف في الاردن الكريب انا 14 سنه مع امه في المطبخ 14 سنه يزي يا ميكس والله اسمع مني مش هلا يا ميكس ابعدي ايدك اقلبي ضحك عليك خلخرب ليه مسكي حالك خليه بدي اياك تقلبها هلا اقلب هاي جيب اخرى البلاع اخرى بلاش بلاع روح جيب ترقع خليها مزيت لك حمرات تدخليش ميكس خليه يودي مش عمله لا اله الا الله
خالص. تعال يلا فرجينا مهاراتك. تحرقت ولا ما زالت؟ تحرقت. كيف راح تقلبها نية؟ ضحى خلاص ميكس نية ميكس راح تقلبها هيك. طيب ديش اللي بعد خلاص تركيها. مثل هيك بدتها قطعتها. هيك اسفل حي حي والله العظيم كفو. ايه خلي عملتوها قريب الزيت. شو شو تعال يا ويلي من نار الغيري. قالي نزلي نزلي يدك نزلي. والله يا جماعة قتلتني الغيرة والله. ابعدي ميكس. ميكس انت عارف ايش في شو قاعد تطبخ؟ عادي لا تخاف. ابعدي زين ضحى. لا خربياش خلاص تركيها بالله عليك. بدنا ندوق احنا بدناش ندوق حماتك. نحن شكله اليوم راح يصير قولون هيك خلص يا ضحى. والله كو وش خلص واي وش خلص تخربها خلص خلص يا ضحى. لازم تحط الشوكولاته. خلص جيبي الشوكولاته. يلا جيبي. جيب مغرفة جيب. مفيش نوتيلا. هيها هيها. وين نوتيلا طلعتها هلا؟ الحكة الصغيرة نوتيلا ويني؟ وين طلعت فيها ريس نوتيلا وينها؟ هيك 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 جيب هذيك ميكس هيك. شفتي الكلام ده؟ غسلي مغرفة؟ غسلي مغرفة؟ فيش مغرفة فيش. والله ما حدا بيعمل نوتيلا غيري والله. هالسرعة اعمل بالفرشية تمام. اغسليها يا الله يا الله والله هي تغسليها بالماكينة تبعها هي. ليه ليه لا اغسليها اغسليها يا الله العجز دمرت الدار. انت دمرتها. انا دمرتها؟ ايه. لو لاي بتصير كربي. يا ميكس فيش تسوي مش هيك الكريب تجيرة. حرقتها يا ميكس.
طب الغاز خلصة الجرة خلصة الجرة لا ما خلصتش برسمي صار خبز ما عادش كريب جميع بالله عليك شوفوا كعب الكريب والله ما بتعرف تعمل كريب والله كعب دوبل بالله اقسم بالله العظيم يا ميكس يا ميكس هكا تجي الكريب يا ناري عليك هكا صحيح كعبه كريب خلاص والله عملك كعبه شبيكه فضحي ها يلا مين بدو توبة ما حد يطلب منك شوف السرعة والتقنية برا كولها كولها هات سكينة صار يدفى لغاله لحاله الغاز لحطه ايش صار يدفى لحاله خلصة الجرة عشان في اسد اسد يلا اسد بدك يلا نور اشحن اسد شفت شفت مسك الشوكه والسكين يا ضحى بس شوي عليها كميكس مش في الصحن هاي كعبه هاي كعبه باهية هيك بنينه والله بنينه يا ضحى زاكيه والله لانها منيدي زاكيه زكية ابي نور ذوق ذوق يا نور ذوق عليك خلنا فرجو متابعين اهدى ما هو كله باين بالمهنة الله بيشهد مين احنا الكالة كمان طرطشني باهية ولا بنينة ولا نسيبي خذي وربح خذيتي وربحت ولا خذيتي وربحتي خذيتي وربحتي ايه العمدة والله ان الرقم الصعب العمد علي انا اللي سويت المكونات والله يا يمكس بعطيك معلومه انه انا اي شيء من غير ما تعطيني والله ما هو انت اللي عملت المكونات المتابعين عملوا المكونات والله شوف ضحى من غير ما تعطيها مقدار ذيك 100 جرام وذيك بتسوي كل شيء بتطلع شيء زيك الدجاجه سويت ما على بالي ازكى من الدجاجه ذيك ما ذقت في حياتي امانه والله يعني الفندق رحمة اللي اعطتني المقاس انا جيت تبع تبعي اسكر من تبعتها ليه عندك مقال مش اوكلي ليه ما بدي والله غير توكلي والله بدي بكاع والله غير توكلي حلفت يمين لا والله ليه حلفت يمين وقسما بالله ما باكل انا حلفت يمين زيد يلا صوم من 3 ايام وانت فين والله غير صوم ندفع كفاره والله ها والله ما باكل منها ما تاكل اصلا ما بدي اياك تاكل انا ليش؟ ها قول العلم عشان تكوني بالصورة عشان جيتي ما أخذ بحالي ما أخذ بحالي شمقلب إنك طبيخة تعرفيش تطبخي طبيخة أنا والله طبيخة غير الوقت وكها غير الوقت وكها في بليش بروحي والله كان في بالي بروحي باش ناخذ واحد أردني حاجة طبيخة كان في بالي بروحي باش ناخذ واحد أردني أنا تعلمت الطبخ أحد أنتي ما علميش انا شوف شوف انت ماخذ واحد تركي شوف اللون ما بنو شو تعلم تتعلم الفن انت ماخذ واحد تركي يعني مش ماخذ واحد اردني ايه ما انا تعلمت الكسكسي مش تعلمت المنسف بدي كسكسي هلا بطبخ لك شمل عن ذراعك شو انزل على مطبخهم مش تعلم المنسف زين بلش من جديد هكا بلش من جديد بديش دعك والله كسر بخاطرها يلا انفعات موت على دراما والله طبيخة والله والله طبيخة والله والله بمزح بس عشان مرضى اشتوك من ايدي والله والله عشان مرضى اشتوك من ايدي عشان هيك زعلت بس يا وكني وكني قالك لي تاكل من ايد زوجها تدخل الجنة والله يا ميكس بابا قالها لأمي
قولي والله. والله مرة بابا جاي يوكل في يومي عاد حاب يشتكي قال انت تو حتى حمتي روحك من الجنة. حطني يا عون. لا شكر. اطول كريب لي تفحيت شبيه كريب طبطة يا اخي. جار يا ميكس جار لا بيان لا شكار ايه اكثر من جار احترمنا من اللي جاب عائلتي قولك والله يا عيب خليهم يغيروا جار شو نطلع من لها والله ما زال الناس تفرج. ابعثوا لي الفيديو ابعثوا لي رحمة. يقولوا خذ سمارة. سمارة بدهم؟ والله راح احط على سمارة والله. عليه ليه 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 حل 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 حل. لا سمارة سمارة. سمارة بتحلها بتحلها. الكريب تبع ميكس احسن شو طلو حرقتها اي ناحية مش هكيك تجي حرقتها يلا يلا الكاس يا الكاس كاس شنية فين ما نعرفك شبيه يا دعادي الديوانة طيب عطي النور عطي ايه دعادي الديوانة نعمل كريم شوتي نوري حبيبي خلينا نحجز لك بزنس كلاس بزنس كلاس في دكتور خاص وبالبزنس كلاس عاملين فيش بزنس فيش بزنس بزنس علي انت كنت ناوي تحجز بزنس بزنس طلع المصايب بدها تحجز بزنس علي انت باش تحجزي بزنس هكا صارت كريب هلا فيه ياكل روح قال لها تخذت الزلمه سمارة بدهم سمارة والله قال احط لهم سمارة وين الريموت؟ ولا راح اغني مع سمارة والله لا اغني معهم يلا سمارة سمارة دو حال عريبي مش رح تيأس نعمل كريب رحمة وينك يا خال كيف عليك ضحوانك نيتي اكتب سمارة تتخرج لك هيا يبا حاضر الجار نايم نايم You're busy.
عطاتش في بلايزني ما وجمعتش يا قلبي ما وجمعتش يا قلبي قلبي من حد ما وجيتش من نفسي ما فيتش عودة عودة يلا يا قلبي قلبي يلا يلا جماعة البث تبعنا بث عائلي فيك تشاهدوا مع أمك مع أبوك مع أخواتك بث عائلي نعيشوك معانا العائلة تبعك يعني أوكي؟ اسمع 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 عادي اسمع عم سمار شو بقول اسمعي اسمع ما باتش في الدنيا ما وجعتش يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي والدنيا ما طاتش من حشدة ما وجعتش يا قلبي ما وجعتش أنا عند ما وجيتش سمارة يا ميتش يا قلبي قلبي يا قلبي قلبي فعدي لك يا سمارة 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 ورب العزة بس شوفك أخوي إني خير أقول لك أخو قش محترمة وين على أخضر أخوي اسم المنطقة الأخضر حي الخضرة حي الخضرة سمارة أخوي قالك على الأخضر نزل والله لو أخذك على الحي الخضرة أخوي دي أخي موضوع بالحي الأخضر ارحب يا عبد الله ارحب ارحب يا عبد الله مين اللي بعث قلب عبد الله أوه عنا اسمه هون والله بن بن الأمزوري عبد الله يرحب بن ال بن المازوري بن المازوري والله شكرا 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 خوفتني حلوة شوف الفن هذا الصح لا انت لازم بلش تشتغل شغل صح مو لك هيك لازمني نبلش من الاول نحرقها مرة اثنين بعض هي ليش صارت عادي جدا لو خيروني بختار يسعد أم الشقار يزعد ميكس يزعد تجرح لي في مشاعري ليش قلبي؟ والله أنا مش شقرة لا هاي الأغنية يا حبيبتي الأغنية إيه لازم تغني هيش يعني ما زوجتك مش شقرة تغني على مين؟ لا بياض لا شقار يسعد أم السمر يا روحي ليه مش سمر أنا؟ حيرت أمي العدد شو؟ ما نعرفش غني حاجة علي انا باسمي وقعها بعد طب اسمعوا اسمعوا يا اخوان اسمعوا اطلب منكم طلب المتابعين اطلب منكم طلب سريع ولا لا بالله عليكم اطلب منكم ولا لا اذا اطلب منكم باكل معكم الموضوع اقل من ثانية والله العظيم ارحب يا لينا نشكر كيف البنات تفضل ايه طيب إخوان بالله عليكم بحياة الوالدة عقلوبكم خلنا جور عليكم شوي أمانة والله العظيم إني حاب إنه حاب الش اسمه حاب معك شوي لأنه المقلب تبعه والله العظيم إني حاب 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 المقطع يأخذ حقه أقسم بالله بالله عليكم طلبتكم وانا اخوكم ميكس امانه الله عليكم لا تفشلوني ولا ميكس ميكس خلي هيك احسن شيء بدي افرجيهم يا ضحى اي هيك فرجيهم لانه المقلب تبعه يا جماعه شيلي شيلي عني اسمعوا يا اخوان فوتوا على صفحه ضحى هاي شايف شايف صفحه ضحى تمام اكبس على تحت الانستغرام هذا هي شايفه كبست عليها صح الثانيه قناه اليوتيوب بتفوت عليها انت مباشره حلو أول فيديو بالله عليك بحياة الوالدة بحياة الوالدة عقلبك إذا مش مشترك اشترك واعمل لايك بالله عليك والله العظيم بتخسر إشي بعلق بعلق فوت فوت بتليفون لا خلاص بعلقش خلاص رجع رجع طل راح وراح يحط لايك يا تم تم اخوان اسمعوا بما انه علق عتات الانستغرام شايفه هذا هي اكبس عليها فوت على قناه اليوتيوب الثانيه هيو اول مقطع اذا ما اشتركت اعمل اشتراك هذا هي السوداء
حط لايك. أسألك بالله لا تفشلني بحياة الغالية. روح يا خالي قول يا رب. خلص المقطع 100,000 لايك. يلا خلص ميكس هيني كملتها. هي أكيد نايمة حماتي هلأ. حماتي شو نايمة؟ طيب بلا ما نعتها لي أنا مش حلوة تاكلها. فأنت مر قدام البيت بصورك ماشي جاي زهقتيني من الأكل كل يوم تطبخي كل يوم لينا. شكرا. آه أيوة فهمت. نعمل مقلب ونعمل ليه مش مقلب. هي نايمة رح تسمع مش رح تجينا تقول لك شو ماله. كل يوم كل يوم أكل كل يوم أكل. خلص عملي لنا حلو. ليه ليه قول كل يوم أكل. طبخ ما عاد تطبخي ما عاد تطبخي. خلنا نشوف شوي دليفري. فهمت. آه فهمت عليك فهمت. يلا يلا تعال يلا يلا جيب التلفون جيب التلفون يلا يلا. أنا رح أمسك الصحن فجأة دنخ طلعت علينا هاك وبكون أنا مسح الصحن. يلا كان في مكان ما طلعتش كان طلعت دايما احكي جنب الغرفة حتى تصحى من النوم. يلا تقول يا مسكين ابني دايما تطبخ له وهو ما بدوش يأكل يعني مشكلة مش منها منه هو. يلا أمشي خلاص أقول أقول بيضع خلاص والله لك فينا طبيخ يا ضحى لك فينا طبيخ كل يوم طبيخ 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 خلاص دريفالي خلص بجد طبيخ يا ضحى كل يوم يدرب لي مش خلص خلنا ناخذ ناخذ ايه عفوا كل يوم طبيخ كل يوم طبيخ خلنا وصلنا وجبة تدرب لي تعال خلنا نخطئ نطبخ لك يا ميكس. هاي اللي طبخت لك كريب بالنسبه للناس ممنوعه يا ميكس. تعال كل ليش هيك طبخ كل يمشي في الزباله كل يوم بطبخ لك منسف في الصباح وفي الليل كريب بدك تاكل ولا ها؟ بدك تاكل؟ خلاص اليوم ناكل بكره بكره دليفري. لا 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 ما فيش دليفري لازمك تاكل لازم تعتني بصحتك. لازم تعتني بصحتك. جد الموضوع مش هيك ميكسرة. موجوع مش مزح لما امك تصحى من النوم راح احكي معك صح موجوع مش شات مش شات الموجوع اي جد ميكس جد راه جد مش كل يوم بطبخ بطبخ وما بدكش تاكل خلص بمون عليك بكره دريفالي لا 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 جد جد مش هيك راه خلص هيك انبسطت منك صح تقول والله رب العزي ما سكيتو هذا كيلو بتعرف الصحن كل يوم دريفالي شو بتسوي حطيتوا لايكات؟ ليه خلنا شوي كم وصل فيديو اليوتيوب؟ كم وصل هو فيديو اليوتيوب ميكس؟ دقيقة خلنا نتأكد اوه 360 مشاهدة 84,000 لايك با 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 يوصل يا جماعة 100,000 اقسم بالله عندي فيديو جاهز عندي القناة صارت 1,700,000 كانت 1,500,000 انا والله. فهمتيش هذوكم 200 نزادوا يعني هلا 200,000 نزادت القناة لا لا 10 والله 200,000 1,700,000 لا ليه ليه مش لا. نزادوا 20,000 نزادوا 20,000 نزادوا 20,000 من القناة تدري انه قناة اليوتيوب لما توصل 1,500,000 نصير قناتنا في تونس اول قناة اقوى قناة والله بس لازمت نوصلها 70,000 لايك 70,000 زايدة القناة هذوكم 70,000 1,070,000 صح لو خيروني بختار